بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه. أما بعد، ولا ليالك نوا درسي شنية بناد كتابك تجريد التوحيد من دار الشرك وشبه التنديد، وحن سو قارني أصل كا سديد يتبناد الأصل 18. شيخ وحير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات الدنيوية ليس من التعظيم له بل من التكليف. شرح قهد ليا سؤاش النبي قال سؤاشه النبي وحلو يديستاهي صلى الله عليه وسلم وهولاء الدنيا حاجات الدنيا لو يديستاهي ما أهر النبي شرف أهبا ما وينين نبي قال وينين يا ما أهرن إسكب النان وفضل يدارد وجارية نحن أقول لي هاي وجيت كباب كان عاقدي ويا هاي دتك قار كود مركي أنبياء ويارتان أما دتك صالحين تا ويارتان وأي توكسدان مركي اللي ويا هذا ورجوجية وقال هذا هبرينين أولياء يا أنبياء وحي ليهن أولياء أياد لي ليسا أما سأنبياء أياد لي ليسا أو أشرفت هذا مارك تي مالو قال عيسى تاسي مركا وحي ليهين أن علمادو انت هذا نوركاس إلي هن هورتا سؤاشا أدوي دي سنة إذا شرف مياي أطايا أنبياد مشايخو بانان متى أدونك واذيق واغي جوغين أو أين نولايين شرف مياي أهيد إنا انت تلكي توكستيد وحوي دي ستيد هذا ناسيدي وكالوغيين مارك شرف ما أهن وينين ما أهن أدينك أنا شرفكو ما أهن هدي سؤاشا سيأت كمار مكرتوه وقاد اسكد دي كرتوه حرام بيكاته هدي آدم كمار مكرينا ولا جا في عينه إن دوي دي ستو إن دتك وحوي دي ستو ولا جا في عينه إنها سوشيق أيو كهذا يا فصل كان إن أصل كان إن هنا أهين ويدين ترسوش وحلا ويدي ستو والدنيا اللي ويدي ستاهي شرف أنبياء الله شرف إن هنا أهين إن بل خلف الله خلف إيه دي مثل دي بقى يتهاي إنت سوشيق هذا يا شيخ مركب وحير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نبي إن لو يدي ستو الحاجات دناها الدنيوية الدنيو ليست ما أهانين أو ليس ما أهانين من التعظيم له وينين لوينين ينبغ وما أهان إن حاجات الدنيا لويديستاه بل من التكليف بل وحويان خلفت نبغ الله خلفت يدبس لدبي ويان ما أهان وينين يشرف الله شرفي ما أهان من ظن غفكي ملي أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نبغ إن لسؤال شوح أو غيره أما النبي أحد أنا هنا ومن الأنبياء النبي هذا كلاه الحاجات دنو إلا ويديسته أو من أنه أرنتاس من باب التعظيم وينين إن يتهي إيو والتكريم شرفد ورفع القدر إيو درجة الإنسر الله قاضه قفك سداس آميني فقد أخطأ واقف قفكاس قفكاس قف أيوك السقنية قفك يرى أنبياء إن الحاجات الدنيا ويديسته أما الصالحين تأيدتك وناكسا أرنتاس شرف بيؤتها أنبياء هذا الكاس غلط ويان والمكلف في غه القفك كلفا يا أنبياء اللهم أنبياء المؤذي دبايا قد يتضرر بذلك أرنتاس إنه كل بتوضع يا لغياب أسق إنه لبكسو جار والأسكلا في نودة كشرفه ويعذب به يعذب بسببه أرنتاس سببت يدنا سؤاشا سببت إن له عذابا ولا لغياب سببت أوادي بس أنبياء دبايا وتوكسي أن الله بنين أو دد وحوي دي سنيو هدي توكسي إيو وح أن الغوب توكسي هدي أو يهي وحاذا أباهنين وحرام وحاذا أباهنين هدوية حرام ويان وحاذا أباهنتي هدوية يهينة إنا تكدو رسطاك وران والله خير بذنية إنا تتكوح سؤالته فليس هدو ما أهانين كل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم قف وربا النبي ويدي سيشيئا وحفا عطاه أوسي إياه قفكاس يكون إنو نقنايا بسؤاله سؤاش أسله أسقع النبي ويدي سي ممدوحا اللهم هدي مثل أماني من نقنايا أو يكون أما أهان ما يسؤاله سؤاشي سحسنا مدوناكسا أو مشروعا شرعيا بل قد يكون وحا لغيابا أرنت إسكالا في نيساس نغتاء قد يكون إنو نغضا لغيابا مذموما مد لغعايي ومعذبا لغعذابي سؤاش أو ويديستي أنبياد مركا أنبياد إن وحا لويديستاهي وحاجات الدنيا لويديستاهي شرفت إيا كرامين ما أهان وكلفت إيا لبس إن أدبكم متيستو أيانا لغيابا marka qofka oranaya in anbiyaada liideysa marka bariyahooda diideeydo qofkaasi waa qaldan yahay waa qof qaldan al umuru arinti allati tasu tadullu kutusina ila dalika inta san soo sheegna in anbiyaada wax la weydiista inayna sharaf ahayn
كلفت أي تاي محن وجود دليل أرنت صاصعته ويدل وحكو تسيني على ذلك أرنت أمور أرمأ يا كتسيني. الأمر الأول أرنت كوباد وحويان أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يعطي المؤلفة قلوبهم وحو النبي سيجري كوا قلوبته ذا لصاد ميو ولا يعطي منسيجر خواص المهاجرين والأنصار مهاجرين كوا ذا خاص كأي أنصارتا مع أنهم أحب إليه أيضا للقب أنصار المهاجرين النبي الله جعل بذيها أو ذاتك لك جعليه كوحو يرشيقه النبي صلى الله عليه وسلم وحو حوال سيجري أو ما ركتب وقرقاري جري ذاتك مؤلفة قلوبهم ذاتك قلوبته ذا لصادوا معي قال لما لقى صادوا معيه ama mardo soo islaamay dadkaas wax si jiray oo xoolaha u badi jiray ila qaar kood boqol geel uu siiyay iyo wax la mid ah laakiin muhaajiriin ta khawaastooda ma si jirin iyo ansaarta iyadoo haddana muhaajiriinta ansaarta nabigu aad u jecelaa arintaas markaa waxay ku tusinaydaa siinta nabigu uu dadka wax siinayaahi inaynan jacayl xiriir la lahayn oo qofka uu siinayo inuu jecel yahay kan uu ka qadiyana uu naceb yahay sidaas ayna ahayn ku tusinayda وامد كلا واحد كنت سنة إذا دتك سؤال شل إيمانه يأنب وحويدي سنة ياهي إن إحنا كشرف بدنين دتك كلام وحبه ويدي سن بل دتك وحويدي سنة شرف بدن شيء غير كما في الأحاديث في الحديث المتفق عليه سيد حديث البخاري مثلا يسقوا فقين لما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركي لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو سير رجالا رج ولم يعطئ ننسين من هو خير منهم كوا يقاسك خير بذن فاستشكل أرنتاس وحي إشكال كل نقطة ذلك أرنتاس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صحابي قاس إشكال كل نقطة وهي رسول الله وددت عشها جوغة وآذن وحسينين تدخلاتنا وحسينة فقال صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري إني أني ولا أعطي الرجل قفك وانسيا وغيره أحب إلي يدل الله إيجا جعل بذنيها تدخلوا نسقا أهين السقا وحنسيا وح تدخلوا أسقا أهين إيجا لو جعل بذنيها وأن كجعلها تدخل أيانسيا مركا جعل كأيسين تسكم حرنا ومحاد السين إذا وهي لخشية أن يكبه الله على وجهه في النار أنا كعب سنة إنه وجه إلهي نار تغطوره مركا سيا نار تغبت باديو أو أصو إسلامه أما معاصده وقد إرادة كفرقة أيان وحسين إياه إما أهن جعيل أن وقب إنا وحسين إياه زي سير النبي صلى الله عليه وسلم أرين تاسي مركا وحكو تسين إذا سين تقفك الله سين إياه وحو النبي وسين إياه إنا نشرف أهين الأمر الثاني مد اللباد وحويا وكنت سنة سؤال النبي اللي ويدي سائنا نشرف أهين أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد يعطي وصية السائل قفك وحويدي سي ما سأل وحويدي استعيوسية ويكون السائل قفك السائل كان وحو نقنا آثما وينسحض آثما وينشغلك إلا هو خبره كان آثما مدا بابي أي نقنا في سؤاله سؤال سكودا بابي معاقبا لا عقابا على ما أخذ وحي أوقاته يدل عليه وحكو تسين يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي وراه دي سؤيري إني أنا ولا أعطي أحدهم قفك ودوحان سيا العضية سيس مؤيان سيا فيخرج وبح قفك سيتأبطها نار أسوغ النار كل كشة قشضي نار أسوغ قاتي أي إقبحها قالوا وحي يا رسول الله رسولك ألو فلما تعطيهم هذا ما حد أسين إذا فلما تعطيهم حد أسين إذا هدي أساس تاي وأي نار كن نقان إذا قال نبي وحري يا أبونا وديدي يعني إلا أن يسألوني إني ويديستان موياني ويأبى الله لي إلهين وإيديدي أنا البخلة إنا وحديده وخيلت إنما إلهي وإيديدي رواه أحمد وأبو يعلى نبي صلى الله عليه وسلم وحمد ديدي جرين قفل وح ويديست واسي جرين لا نما أقولين أسيا شي قفكي وحي ردتك قار وح لغايا إنا وحسيه ومركاس النار أوقاته سببتنا ومحي سؤال وانا أباهنا إنه نبي ويدي سنايا مركا ما شرف بارنتاس شرف ماها النار وكم متويست عذاب يا عقاب وكم متويست ماها شرف نبي قانا اللي بيسي أتاوو اللي مركا شرف ماها فامتنع هالكاس وحا كل ريب تومي فامتنع وحا ريب تومي بهذا أحاديثة سنصوش يقني أن يحتج أحد قف إنه نودل يشهده بإعطائه سينت نبي وقف وحسيي على جواز سؤالي إني سؤال شو بنانتا إنه قف ودل يشهده وقف ورنكرا نبي صلى الله عليه وسلم هدينا بنانين محو أسي وحن كلها النهاية حديث كان كاقة جوابي نبي بخلت إنما ما أقودني سيادرت يد أسيي لكن قف وحو يدي سنة يهو قلدنيه وهذا أرنتاسي وحي أهد وهو النبي في الحياة نلشى كسوغان فكيف أرنتو سدين نقان إذا بعد الموت مركو نبي قد انتكدب أدون كمركو جوغي إناد وحو يدي ستا قلت بي أهيد
oo dhibay ahayd oo wax ciqaab lagu mutaysanayo ahayd haduu dhintay ka waran marka sidee xaaladdu noqonaydaa siday xaaladdu noqoto waxa kasii darantahay weeyaan inay kasii daraatay mooyaane kama roona ilaa nabi sallallahu alayhi wasallam adduunka markuu joogay wuxuu awooday inuu wax ku siiyo laakiin markan hadda uu dhintay maxuu ku siinayaa الأمر الثالث أرنت سدحاد كتوسينا إن أم بيد وحلا ويديستا إن إن صح أهين أما سإن إن أمان لأمانة يشرفد لشرفة أهين وحويان أن قوم عيسى عليه السلام نبي الله عيسى قوم كيسا لما سألوه المائدة مركي صحن كي ويديستين صحن عنك جر النوس ودجي أيدهن وأن كو قضي إنه إيمان كأنه نكو زيادة قبل رفع عيسى عليه السلام إلى السماء نبي الله عيسى أنت سمد الله قادم إلا المونة لمن سمد الله قادم لم يكونوا مينا أهين محمودين كل ومهدي في سؤال من سؤال شهودة بل كان وحوها نزولها سودقي دح صحن كاسي سودقي ضررا عليهم لب أيوؤها أيو لبؤها وواتو يري إلهي غفكي إني قالوا بمركز كدب أن صحن كسودجي وحان عذاب يا عذاب أنا عالم كودن عذاب فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وكذلك وحلم إذا قوم موسى لما سألوا موسى عليه السلام مركي نبي الله موسى ويديستين أن يريهم إنه تسئيه الله ربي جهرة سموقته فأخذتهم وحقبستي وقادتي أصعقة سوحدي ويسوحي ويسوحان مركي وركاسي لهذين مركي هذه سؤال شاسي سحنتهي وأنبيان وحلم ويديستين سحنتهي مين سوحي لهين وأكل إبتوادين مركب وكذلك وحلم إذا قوم صالح عليه السلام نبي الله صالح قوم كسي سألوا وحي ويديستين صالح النبي صالح الناقة هل نوكين إدهان فكانت وحي نقطة سبب هلاكهم إن كهلاك سمان أي صبو نقطة أواد لين مركاسي كهلاك سمين شيق مركب وحي يري فالسؤال فتنة وشر للسائل سؤاش إن نقطة شرف انت إسكد يديد وفتنة وشر فتنة يشر ويان للسائل قفك سؤاش لا إيمان أي فتنة يشر أطهي وهو للمسؤول دعاء وحا ويان أما سؤاش للمسؤول كان لو يدي وحا أنقنا إذا أجر أجر إيا وخير إيا ومعجزة إيا معجزة أنقنا إذا أنبياء هدي له لجهد مركة أنبياء أجر أنقنا إذا وإياه صدق إلا بحيان مركاس خير بي أنقنا إذا سيدو كلمة معجزة أنقنا إذا أو وحيال أدقو لبا ذنها دين لويديو مركز أي كجوابان وحي أو أي كانان مركز معجزة ذا سوى ظاهرة إذا موقنا إذا لكن ما أهان قفك ويديستي وسؤاشا سليمد شرف أنقنا إذا أجهنا أنقنا إذا بل بي أنقنا إذا وبهذا سيدها سهيدرت إذ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أرنتاس بهذا أرنتاس أي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النبي كهنوني أصحابه وصحابتيس وهو أرنتو حويا أن ترك السؤال إن سؤاش الإسكد آيه وأن تترك حلو ويديسا كما في قوله سيدة قولك كسوه لابن عباس ونبي كير ابن عباس رضي الله عنه إذا سألت فاسأل الله أداد أحد وحويديسنا إذو إلهي ويديس إلهي هنقض أحد وحويديستا أحد كلا وحويديسن وقوله يسدك سوغن قولك النبي صلى الله عليه وسلم وكير في حديث البيعه حديث كبيعه لعوف بن مالك رضي الله عنه وكير لا تسال الناس شيئا ذلك وحبه ويديسنين رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم نبي وكير كما في حديث ثوبان رضي الله عنه سيده حديث الصحابي لا ثوبان ابن بجد كسوغن وهي من يتكفل لي من يتكفل لي يا ابن قاضي بشيء وح وأتكفل له بالجنة أنا ونجنة أنا بلنقاضة قال وحير ثوبان أنا يا رسول الله رسول الله أنا بلنقاضة محيين قال وحير لا تسأل الناس شيئا دتك وحبها ويدي سنين مرك دتك إنا وحلا ويدي سنين جنة الغوغلة جنة يا الغوغلة إنا دتك وحلا ويدي سنين مرك سدي شرف نقنا إذا إن دتك وحلا ويدي استاهي مركز ماذا أكرتو إنا الشرف نقطو قفك أرانا يا مرك أولياء أن توقي إيدا شرفي أتهي أمس أنبياء أن توجي إيدا شرفي أتهي وأقل دنيه وأحاديثا أي خلاف سنيه رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحي لو يعلمون أدلي أقالنا هين ما في المسألة وحسو آشك السقان أدن بيئة ما مشى أحد قف أما صعدين إلى أحد قف يسأله حاله وحوي دي سناي أدلي أقالنا هين داتك الدن بيئة يحمان تك السقان إن سؤال داتك لو يديستو قف انت دقاق قفك لو أحمبه ويديستين رواه النسائي وأنا حديث سقان السقان شيخو حير فإذا كان هدي أهاتي ترك سؤال الأنبياء إن لا إسكد أي سؤاش النبي في حياتي من أولا شهود هدي أهاتي أفضل متك فضل بضن
مع إن لو سؤاشه مع الحاجة أيضا الله قبل باهي والفاقة أن دن أي جرتو باهي أي جرتو فقري أيضا أوجره هدي اللي يريك هقابصو ويساس أي فضل بالنياد ومع عدم الحاجة هدينا دن أي نجر يفقرنا يكون حراما سؤاش أي بحرام أهيد با فكيف سيدابي حالد النقان إذا بسؤال الغائب مد كما قن إلا سؤاش والميت يكرد ومنهم أيضا كمد ومن غيرهم يدد كلابا xaaladu soo yeyn noqonayda markay maqan yihiin ama ay dhinteen ka dibna weydiisato soo yeyn noqonay markii hore dhibay ahayd iyo kalifaad ay ahayd sharafna ma yeyn ahayn haddana ayagoo maqan hadaad wax weydiisato ama ayagoo dhinteen hadaad wax weydiisato shirki bay noqonaydaa ila ma ku awoodaan waagaas waa ku awoodeen laakiin dhibay ku ahayd laakiin hadda ma ku awooda marka shirki noqonaydaa waa hal yakuunu man noqonayda su'aashaasi amalan saalihan amal wanaagsan miyay noqonay maya مشروعا أولي شرعي سن مياه نقانا إذا أو مستحبا للناس ذاتك الله سنيه ما أرنت أسمى جرته والله تعالى إلهي لم يأمر مفر بسؤال الخلق ذاتك إن وحلو ويجيس تقد وليجيس وليجيس آياتنا كما سوى أرولين حديث قدسنا كما سوى أرولين حديث كما كما سوى أرولين ذاتك وحلو ويجيس أحياء كانوا كوانو الهاء هذا أو أمواتا أما كوانو انتي وحنو لنا وحو ويجيس لغم أرن وحد انتين وحو ويجيس لغم أرن حجان وما هي ستيد ومن زعم مثلي شكت أن سؤال المخلوق مخلوق إن لوح ويديست وإن وح لويديست حيا أو ميتا أن ولا هذا ما حد انت قد أمر الله إلهي أن فري به أنت أسقف كير هذا أو هو واجب أم هو واجب قف كير هذا أو هو مستحب أم هو سنة كير هذا فهو قالت قف كاس قف قلدم ويا وقف قلدم أصل كاس أنت سكو أجيها أن مريه سنة وح أها أم بيضة إن وح لويديسته أما سأولي هذا وح لويديسته شرف معهن قف كي يراهذي يا وحلا ويدي سنة قف قلدن أمس اللي ذي معهن يا وقفه النصيحة إن تكقادت مضن تحي دب الله سبحانه وتعالى كلي سيا وحلا ويدي استا سقى مضن إن لو وحلا ويدي استو إلى هين أنا مفر إن المخلوق وح ويدي سن حتى هذين أودن وحين أودن هذي هين وأهرن إلى هين لجاري يا أهرن تطين دوا بشرك با وابا شرك أنت سعى شركاس نقول إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.